أهلا بكم أحبابنا الكرام على قناة مفاهيم فيزيائية ومع فيديو جديد فيما يتعلق بالكهرباء والدارات الإلكترونية. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية استخدام الملتيميتر الرقمي أو الأوفوميتر بطريقة صحيحة وسهلة. فمثلا عندي هذا الملتيميتر ديجيتال ملتيميتر الذي هو الملتيميتر الرقمي تمام. يتكون من عده اجزاء مثل ما نحن ملاحظين فعندي هنا هذه الشاشه الذي بتظهر عليها القراءات اثناء القياس وعندي هذا المفتاح الدائري هذا المفتاح الدائري بيحدد طريقه القياس فعندي هذا الجهاز متعدد القياسات فبيقيس لي اكثر من شيء بامكانه يقيس الفولتيه المتردده مكتوب فولت هنا وعلامة التيار المتردد فلو أردت قياس الفولتية المترددة هجعل المفتاح على هذه المنطقة ويظهر لي في الشاشة هنا الفولت ومكتوب عندي هنا اي سي هو الفولتية المترددة ولو أردت قياس الفولتية المستمرة هجعل المفتاح على هذه المنطقة عندي فولت وعليه أو خط وخط مقطع هذا علامة الفولتية المستمرة فلو كانت عندي فولتية سواء كانت مثلا مصدر بطارية بطارية للطاقة الشمسية تعتبر مستمرة أو بطارية آه تبع التلفون آه أو آه من البطاريات هذه الصغيرة فأقيسها أقيس الفولتية تبعها عند هذه أضع المفتاح على هذه المنطقة وأقوم بعملية القياس فبيظهر لي هنا في الشاشة في هذه قياس بالفولت وايضا دي سي يعني دي سي يعني فولتيه مستمره طيب لو كانت الفولتيه صغيره بالملي فولت تمام هتظهر لي بهذا الصوره ملي فولت دي سي طيب لو اردت الاي سي لانه هذا بيقيس لي دي سي واي على هذا المفتاح بيقوم محول لي الملي فولت الى الاي سي فلو لو كانت الفولتيه بالاي سي اضغط على هذا المفتاح حتى يحوله لي لل للاي سي، لكن لو كانت دي سي فهذا هو الديفولت تبعه والافتراضي يعني بيكون دي سي ملي فولت. طيب لو اردت قياس المقاومه اجعل المفتاح بهذا على هذه المنطقه مرسوم عندي هنا علامه الاوميجا الذي هي وحده قياس المقاومه. هنا المقاومة طبعا عالية بالميجا طيب لو أردت قياس المتسعة أو كان عندي دايود أحول أعمل التحويل من خلال هذا المفتاح الذي هو أقوم بتغيير بهذا الشكل هذا الدايود هذا لو كان عندي متسعة أي بيقيس السعة مثلا لو كان مكثف أو شيء مكتوب عندي الوحدة هنا بالنانو فاراد آه الأمر الآخر لو كان عندي التردد التردد أقيس التردد بالوح... بالهيرتز طبعا بيكون الوحدة حقه بالهيرتز ويطلع لي القراءة هنا طيب لو كان عندي التيار سواء مستمر تيار كهربائي طبعا هنا مكتوب علامه الإي؟ علامه الامبير هذه الامبير وحده قياس التيار الكهربائي وعندي هنا خط مقطع وخط مستقيم هذه علامه التيار المستمر وعندي العلامه الاخرى الذي فوق علامه التيار المتردد. فألاحظ هنا من خلال الشاشه مطلع لي هنا دي سي امبير يعني بيقس لي التيار المستمر. طيب لو اردت قياس التيار المتردد لو كان عندي التيار المتردد طبعا التيار المتردد هذا التيار الكهرباء العمومي او مثلا عندي طاقه شمسيه وقمت محول عملت تعاكس بحيث يحول لي التيار المستمر الى تيار متردد واشتي اقيس التيار المتردد حقوم بتحويل الى التيار المتردد من خلال هذا المفتاح الان طلع لي الامبير اي سي يعني قيمه التيار المتردد بالامبير. عندي ايضا لو وضعت المفتاح على هذه المنطقة هذه المنطقة بتقيس التيار المتردد والمستمر بس بوحدة اصغر يعني لو كان التيار صغير بالملي امبير فلو كان بالملي امبير طبعا الديفولت مثل ما قلنا بيكون دي سي مستمر طيب لو اريد قياس تيار متردد من فئة الملي امبير اقوم بالتحويل من خلال الضغط على هذا المفتاح الآن حيقس لي تيار متردد بالملي أمبير طيب لو كان التيار أصغر من فئة الميكرو أمبير أقوم بوضع المفتاح على علامة الميكرو أمبير وضعها هنا وعندي سواء كان تيار مستمر أو أغير من هنا يطلع لي قياس التيار المتردد طيب لو اردت قياس درجه الحراره اضع المفتاح على هذه المنطقه عندي سواء كانت درجه الحراره بوحده الدرجات او السلزيست ديجري او الفهرنهايت فلو كانت بدرجات الحراره المعتاده الذي السيلسيوس ديجري هي هو الديفولت بتاع الجهاز بيطلع لك هنا علامه السي فوقها درجه لو اردت القياس بوحده الفهرنهايت اضغط هنا حيطلع لي درجه الحراره بالفهرنهايت تمام كانت مثلا 24 عندنا هنا 75 هذا فيما يخص استخدام طريقه القياس طيب ايضا عندنا الجزء الثالث عندنا الاسلاك الاسلاك الذي بنستخدمها في عمليه القياس عندنا سلكي عندنا هذا السلك الاحمر وعندنا سلك بلون اسود. فهذه الاسلاك بنقوم بربطها الى الملتيميتر الى هذه الاطراف الذي هي اطراف ربط الاسلاك الذي موجوده على الملتيميتر. وهي عباره يعني عاده بتكون يا اما طرفين او ثلاثه او اربعه، طبعا بحسب نوع الجهاز، مثلا هذا الجهاز فيه اربعه اطراف. عندنا طرف مشترك، هذا المشترك الذي مكتوب عليه أو C -O -M. هذا الطرف المشترك دائما أضع عليه السلك الأسود تمام بقية الأطراف هذه أركب عليها السلك الأحمر في مثلا لو أردت قياس الفولتية عندك هنا مكتوب مثلا هذا الطرف عندما أقيس الفولتية أضع السلك الأحمر في هذه المنطقة لماذا لانه مكتوب عندي هنا فولت يعني اقيس من خلاله الفولتيه والتردد المتسعه المقاومه درجه الحراره اذا لهذه الاشياء كلها الذي الفولتيه ثاني الفولتيه التردد السعه للمكثفات المقاومه درجه الحراره اضع السلك الاحمر في هذه المنطقه واقوم بعمليه القياس أصبح عندي مثل ما قلنا قطبين قطب سالب وقطب موجب طيب لو أردت قياس التيار التيار الكهربائي فلو كان التيار الكهربائي كبير من فئة الأمبير تقريبا إلى عشرة أمبير أضع هذا السلك الأحمر في هذه المنطقة وأقوم بعملية القياس لكن لو كان التيار الكهربائي صغير من فئة الملي أمبير او الميكرو امبير فاضع السلك الاحمر في هذه المنطقه اما السلك الاسود فهو بيكون دائما في هذه المنطقه هذا بنسميه الطرف المشترك دائما اللون الاسود يكون في هذا المكان ايضا عندنا في الخلف البطاريات فالان هنعمل مثال مثلا عندي لوح شمسي مركب فوق في السطح وأريد قياس الفولتية لل... لللوحة الشمسية هنجرب الآن وعندي مثلا بطارية هقوم بقياس الفولتية لها ونشوف كم حتكون القراءات تابعونا الآن نقوم بقياس الفولتية لللوحة الشمسية من خلال جهاز الملتيميتر الرقمي فمثلا هذا السلك جاية من اللوحة الشمسية عندي لوحة شمسية في سطح المنزل وعندي هذا اللون البني يعتبر القطب الموجب لللوح وعندي اللون الازرق يعتبر القطب السالب لللوح وعندي هذا الملتيميتر فانا اقوم بقياس الفولتيه طبعا الفولتيه الذي بتجي من اللوحه الشمسيه تعتبر فولتيه مستمره ليست فولتيه متردده فاجعل المفتاح للملتيميتر على الفولتيه المستمره وعندي اركب الاقطاب مثل ما قلنا عندي هذا السلك الاسود للملتيميتر اركبه على الطرف المشترك الذي لكم وعندي السلك الاحمر بيمثل لي القطب الموجب اركبه في هذا المكان الذي مكتوب عليه فولت واقوم بالربط الى الاسلاك مثلا عندي هذا اللون الاسود يعتبر القطب السالب وعندي هذا اللون البني يعتبر القطب الموجب الاحظ القراءه عندي القراءه هنا على الشاشه 32 و 62 فولت اذا 32 ونص فولت اذا جهد اللوح الذي ال في او سي فولتج اوبن سيركت يساوي اثنين وثلاثين ونص طبعا هذا يسمى جهد الدائرة المفتوحة لماذا؟ لأن اللوحة الآن مفصول غير مربوط بحمل كهربائي الآن نقيس الفولتية مثلا لهذه البطارية طبعا هذه البطارية البطاريات هي 12 فولت فأقوم بقياس الجهد طبعا هذا القطب السالب وهذا القطب الموجب نلاحظ القراءة، القراءة كم؟ 11 و يعني تقريبا 12 فولت. هذه قراءة الجهد لمن؟ للبطارية. إذا من خلال هذا الفيديو تعلمنا كيفية استخدام الديجيتال مالتيميتر أو الملتيميتر الرقمي في قراءة وقياس بعض الأحمال الكهربائية. نلقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. اتمنى ان ينال هذا الفيديو اعجابكم لا تنسوا الاشتراك ودعم القناه ليصلكم كل جديد ومفيد سواء في مجال الفيزياء او مجال الالكترونيات والكهرباء او مجال الطاقه الشمسيه نلقاكم على خير السلام عليكم